نحكي اكثر عن هذا الموضوع. بدنا نستقبل المرنم جبران شهداء. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. المسيح قام. حقا قام. كل عام بخير. وانت بخير. وانت بالف خير. صباح الخير. صباح الخير. بدايه مثل ما يقال من يرنم يصلي. خلينا نحكي عن خصوصيه الترتيل بالنسبه كحاله يعيشها المؤمن وخصوصا مثل هالايام المباركه. أكيد المرتل له مهمة مزدوجة بالكنيسة. هو بيصلي مرتين، مرة عن نفسه ومرة عن المؤمنين اللي عم يصلوا بالكنيسة. نعم. فهو لازم يكون عايش بحالة من الخشوع ويكون الترتيل نابع من القلب مشان يقدر ينقل المؤمنين اللي واقفين عم يصلوا بالكنيسة من الحالة الأرضية إلى الحالة السماوية، الحالة الروحية. هذا بيتطلب منه مسؤولية مضاعفة، يعني في مسؤولية أمام ربنا بهذا الموضوع، لأنه المرتلين أو الجوء بالكنيسة هي بتقوم بعمل الملائكة بالسماء. الملائكة بالسماء هي مهمتها الترنيم والتسبيح للخالق طول الوقت، فنحن صورة مصغرة عنهم على الأرض. لذلك بقدر ما بيكون صلاتنا نابعة من القلب والترتيل نابع من القلب بقدر ما بننقل المؤمنين ومنخليهم يعيشوا بجو الصلاة. نعم. وهي مسؤولية الجوء أكيد. أكيد. دائما يمكن الترتيل البيزنطي له خصوصية. خلينا نتطرق لموضوع خصوصية الترتيل البيزنطي. قبل ما فينا نرتل الترتيل قبل. أكيد فينا نرتل. إيه طبعا. تفضل يلا بعدين. يلا. لما اضطجعت بالجسد نائما كمائت يا من هو الرب والملك أبطلت الموت معطلا وفي اليوم الثالث قمت منبعثا وأقمت آدم من الديلمون رضا يفسح عدم الفساد وخلاص العالم. شكرا. شكرا كثير. يسلم تمك. الله يسلمك يا رب. نرمين وجبران نحن رح نتابع اكيد معكم مشاهدينا حلقتنا الخاصه بعيد الفصح. خلينا نشوف. اوكي بعد شوي رح نروح على الشام كمان نتابع التفاصيل، ولكن خلينا نرجع مع جبران. تماما. خلينا سالتك ليا من شوي عم نحكي عن خصوصيه الترنيم البيزنطي وخصوصا بيعتمد يمكن على التنغيم الصوتي. خلينا نحكي عن مدارسه اكثر. خلينا نحكي عن الخصوصيه اللي بيتمتع فيها هذا النوع من الترنيم. هلا هي الموسيقى البيزنطية اصطلاحا هي الموسيقى الكنسية الطقسية التقليدية اللي تستخدم من قبل طائفة الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك. الموسيقى البيزنطية نظام عريق بدأ منذ بداية المسيحية وتطور عبر التاريخ ومستمر دائما في تطويرات وتعديلات عليه لحتى يومنا هاي من قبل المختصين. هلا بداية المسيحية استخدم المسيحيين الموسيقى اللي كانوا يستخدموها اليهود، فكانوا بيرتبوا المزامير معتمدين على شيء اسمه التنغيم البسيط. بنفس الوقت صاروا المسيحيين هنا يألفوا تراتيل جديدة من روح المزامير. من ضمنها في ترتيلة من أولى بصلاة الغروب يا نورا بهيا، هي تعتبر من أقدم التراتيل اللي وصلت لنا، بالإضافة للمجدلة اللي بنقولها دائما بصلاة السحر. بهالفترة هي كان بداية المرنمين بينشدوا المزامير، الشعب بيجاوبهم أو بيرد وراهم بمثل فإن إلى الأبد رحمته أو المجد لك يا إلهنا المجد لك.
هلا فينا نعتبر انه بدايه القرن الرابع هي بدايه تاريخ ميلاد الموسيقى الكنسيه. نعم. يعني نشأت الجوءات وقتها وصار في نظام ترتيل، نظام الجوءتين بشكل متبادل، يتبادلوا الترتيل بين بعض. وبهالفترة ظهرت شيء اسمه التروبارية. التروبارية هي نوع من أنواع التراتيل، من أشكال الترتيل الكنسي اللي بتعبر عن العيد. يعني كل عيد في له تروبارية خاصة فيه بتنقال فيه بهذا القرن الرابع. بالقرن السادس أول من وضع نظام موسيقي مبني على ثمانية ألحان هو سويروس السرياني أسقف أنطاكيا. وقتها وزع الألحان أربع ألحان أصلية وأربع ألحان مشتقة. بهذا القرن كمان ظهر قديس راهب سوري من مدينة حمص، هو رومانوس الحمصي، أبدع كثير بألحان عديدة كنيستنا يعني موجودة فيها لهلا. بالقرن الثامن القديس يوحنا الدمشقي ثبت 8 ألحان بكتاب سماه الألحان الثمانية، وقام بنفس الوقت بتراتيل كنسية، ألف تراتيل كنسية ولحنها مع بالتعاون مع مجموعة من رهبان دمشقيين. يعني سوريا حافلة تاريخها ببصمتها بالموسيقى البيزنطية، بالموسيقى البيزنطية والترتيل البيزنطي. أكيد نحن أكيد رح نتابع حديثنا أكثر من محافظة حمار، رح نروح لمدينة الياسمين إلى الشام، وخاصة للكاتدرائية المريمية مع زميلتي سالي شار. صباح الخير يا سالي. حقا قام سالي. فصح مجيد، كل عام وانت بخير، وكل عام وجميع السوريين بألف ألف خير. الصلوات ترتفع من قلوب خاشعة ومؤمنة. اليوم القيامة قيامة مباركة، أكيد يحتفل المسيحيون حسب التقويم الشرقي بالفصح. نحن متواجدين المريمية، كنيسة المريمية التي تعد من أقدم وأعرق الكنائس في دمشق القديمة. الصلوات ما زالت قائمة، نحن داخل الكنيسة عم نشوف إضاءة شموع، عم يضوي الشموع. أكيد دائما ترتفع الصلوات والقلوب من أجل شيء واحد، هو سلام سوريا. رح نشوف إذا حنقدر ناخذ بعض المتواجدين داخل الكنيسة. كل عام وانت بخير، المسيح قام. حقا قام. يعني اليوم عم نشوف الاحتفال، دائما الاحتفال هو بإقامة الصلاة، بعدين بتلي في دورة بيصير للكشاف. خلينا نحكي عن الأجواء ولمين بدنا نوجه دعائنا. بنوجه دعائنا، بنطلب من الرب بس يحمي سوريا وشعب سوريا وجيش سوريا البطل يلي هو حمانا وقدم كثير، وبنترحم على شهدائنا الأبرار. شكرا كثير لك. يمكن الصورة عم تحكي الصلوات ترتفع من أجل شيء واحد، هو سلام سوريا. بدنا نذكر أنه القيامة هي ولادة جديدة كانت للبشرية، وأيضا نرجع منشبهها بولادة وخلاص سوريا. رح ناخذ بس شوي من أجواء القداس ومنرجع معكم. نعم، مثل ما عم نتابع القلوب تتجه إلى السماء بهذا اليوم المبارك. تابعنا شوي من أجواء القداس. أكيد بدنا نرجع نوجه لكم تحية كادر صباحنا غير المتواجد بحما. بدنا نوجه لكم كل التحية. بدي عايدك ليا وعايد جميع الكادر الموجود.
نعم ليا، رح نتابع أيضا لقطات من أجواء القداس بالفصح الذي يحتفل به المسيحيون حسب التقويم الشرقي. شكرا لك زميلتنا سالي شار من الكاتدرائية المريمية. رجعنا بنعيد عام وكل عام وانت بخير. بنعيد عليك طالع من الكنيسة وما رجع يسمع. رجعنا لكان مع جبران شهدا يا نيرمين وحتى نحكي اكثر عن الترنيم. خلينا نسمع نسمع. كنا عم نحكي عن الترنيم البيزنطي، ما بعرف اذا حابب تسمعنا شيء. ولئن كنت نزلت إلى قبر يا من لا يموت إلا أنك درست قوة الجحيم وقمت غالبا أيها المسيح إحول إله. وللنسوة حاملات طيبي قلت افرحنا ولرسلك وهبت السلام يا مانح الواقع للقيام. شكرا كثير لك. خلينا نحكي شوي اليوم عن جوقة المطرانية وناخذ لمحة عنها أكثر. هلا جوقة المطرانية قديمة نوعا ما، بس دائما نحن بحالة تجدد، يعني في جوقة أطفال وجوقة يعني إعدادي وثانوي. صباح الخير. صباح. عفوا. كل عام وأنت بخير. ضيفنا لك. شكرا. المسيح قام. شكرا. انا واثق بالاحوال. يسلموا ايديك يعني. ايوه كنت دعمني انا دعمني. شكرا. شكرا. يسلموا ايديك. ميرسي كثير. بعطيك انا ما بعطيك انا وفراس. يلا بنرجع بنكفي. كنا نحكي عن جوقة المطرانية. عن جوقة المطرانية. تفضل. في جوقة اطفال وفي جوقة كبار. جوقة الاطفال عم تتعلم كمان مبادئ الموسيقى البيزنطية مشان يعني يتقدموا ويصيروا يستلموا المسؤوليه بس يكبروا كمان، بيطلعوا ببعض المناسبات، يعني ما دائما على مدار السنه جوقة الكبار هن اللي بيشاركوا بالاداديس والصلوات على مدار السنه. وممكن نحن برشيد حما في عده رعايه، رعايه حما هون وفي رعايه كبرى مثل مدينه محرده والسئلبيه وكفربو. كل رعيه من هدول في عندهم جو او في عندهم مدرسه موسيقى، يعني مثل عندنا بكل رعيه في مدرسه موسيقى. نعم. نحن دائما بيكون في مشاركات، احيانا بيكون في بنعمل صلوات مشتركه او امسيات مشتركه. نعم. بعده مناسبات وخصوصا يعني طبعا اكيد مناسبات الدينيه. هلا بالصيف بيكون في دائما دورات للموسيقى البيزنطيه، هي عده مستويات بيشاركوا فيها عده اعمار، يعني بيتقسموا فيها الاطفال حتى اعدادي الثانوي والكبار، وفي تقسيم ثاني بيكون حسب المستوى الواصل له، يعني نعم. ممكن يكون ما بس حسب العمر حسب المستوى. ان شاء الله هيك بنشوفكم دائما متالقين واصواتكم كلكم حلوين. وتحيه اكيد نعيد كل اعضاء الجوقه يعني وينعاد عليكم ومسح مجيد المسيح قام. شكرا لك يا جبران. الله يخليك. شكرا شكرا كثير لك. واهلا وسهلا فيك.